السلام عليكم. عملية فدائية في حوارة وإصابات إسرائيلية خطيرة. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الأحد بإطلاق نار على سيارة إسرائيلية في حوارة ووقوع إصابات، فيما أكد مراسل الميدان أن منفذ العملية انسحب من المكان سيرا على الأقدام. وتحدث الإعلام الإسرائيلي عن عدة إصابات خطيرة في عملية إطلاق نار في حوارة، وكذلك أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية لاحقا عن استشهاد منفذ العملية، ثم أعلنت لاحقا أنها قامت بإطلاق النار تجاه منفذ العملية وقامت باعتقاله. من جهتها أكدت وسائل إعلام فلسطينية استنفار قوات الاحتلال في مكان عملية إطلاق النار على الشارع الرئيسي في حوارة جنوب نابلس. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مكان العملية في بلدة حوارة هو بالقرب من مكان العملية التي وقعت مؤخرا وقتل فيها مستوطنين. يشار إلى أن حوارة هي بلدة فلسطينية في الضفة الغربية، وتتبع لمحافظة نابلس، وتوصف بأنها مربع أمني لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بدءا من حاجز حوارة العسكري وحاجز زعثرة، فضلا عن معسكر حوارة الذي تتخذ منه قوات الاحتلال مقرا ومركزا لتوقيف الأسرى الفلسطينيين والتحقيق معهم. بالأخير، إذا كنتم من المهتم بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجريدة، وشكرا.